تقولش الاسماء. خلينا نرجع حتى اللي قالته سهام من شويه هو على حضرتك كنت بتقوله، يعني دايما الاختيارات هو الراجل كابتن حسام البدري بيقول رجال يعني دول اللي في الفتره ديت والباب مفتوح للمنتخب ولعبت الدوري الباب مفتوح دايما، واحنا سبورت بجميع الاحوال لمنتخبنا والكابتن حسام البدري ان شاء الله ربنا يوفقه. من خلال المباراه شايفها ازاي فنيا؟ في برضه هتبقى اجواء مش سهله، مباراه دايما مباراه برضه مصر وكينيا بتبقى مباريات صعبه شويه، الرطوبه عاليه، لكن عندنا مجموعه من اللعيبه اعتقد ممكن جدا او في الغالب هتحسم المباراه بشكل جيد. من خلال تشكيل الكابتن محمد حشيش ممكن يقول ان دوت الفكر اللي هيبدا بيه الكابتن حسام مع انطلاقه مباراه كينيا. بص، هو طبعا مبدئيا فرقه كينيا انا شايفها في الجدول خالص ما عندهاش حظوظ، ما عندهاش خالص يعني. في نفس الوقت برضه هي متعادله معاك على ارضك، بتلعب منتخب مصر بالاسماء الكبيره بمحمد صلاح بالناس الاسماء الجامده دي، برضو عايز يعمل ماتش لنفسه، عايز يعمل ماتش للتاريخ على ارضه وملعبه. الاسماء الجامده دي ما يحصلش النهارده تربك حسابات كابتن حسام، بتثبت ان انت لما لعبت توجو مرتين ما كانش محمد صلاح كان اصيب بكورونا، يعني لسه نتكلم فيها بس ماشي. نخلص موضوع التشكيل وبعدين نتكلم محترفين. كابتن حسام هيلعب طبعا بالطريقه العاديه 4-2-3-1. طبعا الحمد لله في واحد، يعني الحمد لله ربنا يحميه، مريحنا في كل حاجه سواء في الاهلي او في المنتخب. يعني ده الوحيد اللي مصر كلها الحمد لله ما فيش يعني خلاف عليه. صحيح. المنافسين قبل المؤيدين يعني. طبعا الشناوي، هنتكلم على بكرايه محمد هاني، انا شايف الاثنين المساكين احمد حجازي بخبرته الافريقيه طبعا بالطول بالكلام ده، مع الونش، مع المستوى الكبير قوي لياسر ابراهيم، انما يمكن محمود الونش عنده خبرات دوليه اكتر، فيبقى موجود مع حجازي. احمد ابو فتوح ناحيه مش ايمن اشرف اوكي. ماشي. لان انا احساسي مش عشان حاجه، طبعا ايمن عنده خبرات افريقيه كبيره، بس احساسي ان ممكن حسام يحط في دماغه الفترة الأخيرة بتاع الإجهاد شوية، وشغال كتير قوي، فممكن أحطه على الدكة يبقى حاجة لأي يعني أي تغيير لا قدر الله يحصل في المدافعين ولا حاجة يبقى هو موجود بالنسبة كمساك أو باك ليفت. تمام. نص الملعب طارق حامد وعمرو السولية ومنين بره؟ يعني أنا شايف برضو عمرو ماشي كويس قوي وطارق حامد، ما أنت لازم برضو يعني إيه الدكة تبقى بره كويسة، واخد بالك ازاي؟ انا ده رأيي ممكن. تمام. ممكن وارد جدا، يعني كلها وجهات نظر وكلنا بنتكلم الرؤية وجهات نظر فنية. كابتن حسام البدري هو الأضرب لعيبته وأضرب التشكيل المناسب، لكن رؤيتك انت الفنية وجهة طبعًا. نظرك يعني. لو هنحط قدامهم طبعا صلاح، تمام، قفشة، تريزيجيه، مصطفى محمد. ده التشكيل اللي انا بتوقعه يعني. تمام. واسيب بقى الناس اللي انا قلت عليها زي النني برضو موجود بره معايا، ممكن يكون عامل يا كابتن، ممكن يكون مقسم عشان فرق المباراتين مش كبير بالزبط. ممكن يكون مقسم اوريدي هو تشكيل. انا هدخل اعتقد انتوا عملتوها قبل كده هاني، عملناها قبل كده احنا قبل كده قلنا مثلا حتى بنقول للعيبه يعني ممكن جدا انزل النني اقول له النني النهارده هتلعب 60 دقيقه بالزبط. المباراه ديت والمباراه اللي جايه هنزلك اخر نص ساعه مزبوط. او هبدا النهارده عمرو السوليه هديك 45 دقيقه. صحيح. حمدي فتحي هديك 45 دقيقه وهتبدا يعني بتبقى تقسيمه مباراتين في لان الفرق التوقيت ما بينهم قليل قوي. تمام. فممكن ده يتركب بالشكل ده عشان ما حدش يتفاجئ الله هو ممكن نني ما بيلعبش، لا كابتن حسام البدري ممكن يكون موظف كمان التشكيله اللي هيلعب بيها هنا في القاهره. صحيح. امام جزر القمر يعني. دي طبعا مهمة جدا جدا ان يقدر يوازن لان الفترة قريبة جدا بين المباراتين، وسفر كينيا ورجوعه تبقى يعني المسألة صعبة، ممكن يكون مقسم وعنده احساس برضو ان المباراة اللي هناك لازم برضو المحترفين جايين بمبارياتهم برضو قوية وبيلعبوا تحت ضغط جامد وفي اجهاد، وبالذات اللعيبة اللي بتبقى هاني في وسط الملعب بتبقى برضو عليها عامل كبير. صح. زي النني عليه عامل كبير قوي، فممكن يبقى على الدكة. أنا حاطط النني على دكة البدلاء، دي حاجة دكة قوية جدا، ما يبقى النني موجود. صحيح. ممكن يكون تفكير كده برضو، مش عايز يدفع بكل المحترفين في الملعب، عايز برضو في حد وارد. احنا كل دي توقعات. ده أنا بقول التشكيل ده أقرب
للمباراه الاولانيه كبدايه.